أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة اليوم من الطاولة المستديرة. في ظل هذا العدوان والإجرام التركي الواقع على شمالي وشرقي سوريا، عادت إلى الأذهان المجازر العثمانية بحق كل شعوب المنطقة، وأحيت قوافل المدرعات العسكرية التركية المتقاطرة نحو الشمال السوري والخسائر التي أحدثتها ذكريات سحيقة لدى العرب والكرد والسوريان الذين كانت المنطقة المستهدفة نقطة ارتكازهم منذ عقود. فعادت إلى الأذهان ما يوصف بأنه تاريخ مرير من هيمنة إسطنبول على قرار شعوب المنطقة تحت وطأة الدولة العثمانية وحوافر خيلها. وأطلق الجيش التركي وحلفائه الإرهابيون عدوانا عسكريا على مناطق مأهولة بشعوب المنطقة التي لديها ذكريات مؤلمة مع العثمانيين. واليوم من خلال هذه الفصائل الإرهابية المسلحة التي دربتهم وسلحتهم أنقرة، يعامل هؤلاء أردوغان كما لو كان إلها ويعتبرونه زعيما روحيا وخليفة. وهذا دليل آخر على أن أردوغان وداعش هما على علاقة كعلاقة الأب بالجنين. وخلال الأيام القليلة ارتكب هؤلاء بالفعل جرائم حرب موثوقة ضد مدنيين عزل وأسرى. وللحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا، يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من بيروت الأستاذ إبراهيم مراد، رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. ومن نيويورك الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق ومحلل سياسي. أهلا بك دكتور مهدي. وضيفي هنا في الاستديو السيد محمد القادري، رئيس تنظيم وإدارة المؤسسات الدينية في شمال وشرق سوريا. أهلا بك سيد محمد القادري. لو أبدأ من عندك أولا دكتور مهدي عفيفي، لو تطلعنا على آخر المستجدات فيما يتم تصريحه من قبل الإدارة الأمريكية. تحية إليك ولضيوفك الكرام والمشاهدين جميعا. كما سمعتم هناك تقريبا اتفاق على وقف إطلاق النار، نظرا لأن كلا من بومبيو ونائب الرئيس وبنس موجود حاليا في تركيا مع وفد من الإدارة الأمريكية، فنعتقد أن إن شاء الله سيكون هناك توقف لهذه الحرب الغشماء على شمال وشرق سوريا. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية استطاعت أن تضع حدا لهذه المذابح اليوم. طيب ضيفي من بيروت، أهلا بك أستاذ إبراهيم، مساء الخير. مساء النور عزيزي لك وللضيوف الكرام. شكرا لقبول الدعوة أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، لو سألتك الآن الدبابات التركية في سوريا على خطى حوافر الخيل العثمانية، برأيكم دوافع هذا التحرك التركي؟ يعني بدنا نقول أنه أردوغان والجيش التركي لهم خلفية عقائدية عثمانية إجرامية مارسوها أجدادهم بحق شعبنا السورياني والشعب الأرمني والعرب والأكراد منذ 100 عام، وما زالت هذه العقلية متجذرة في نفوسهم. ولكن أردوغان منذ بدء الأزمة السورية حاول أن يكون اللاعب الأساسي على الساحة السورية وأن يمسك الملف السوري بكامله بهدف أن يسيطر على الخلافة الإسلامية ويعلن نفسه خليفا للمسلمين العرب ولو بالقوة. ونرى كيف أنه بداية الأزمة السورية عندما كانت ثورة حرية، ثورة شعب يناضل ويطالب بحريته وبديمقراطيته، وكيف كان كافة الثوار هم من العلمانيين الذين لا يبحثون عن خلفية دينية، كيف سعى وعمل أردوغان بكل قوته لسرقة ثورة الشعب السوري وبيعها للإخوان المسلمين الذي يتزعمهم، محولا الثورة إلى ثورة إسلامية متطرفة تفتك بالثوار الحقيقيين وتفتك بالشعب السوري لكي يعلن نفسه خليفة. من هنا نرى أن الثورة فشلت وانتهت وتحولت إلى ثورة إسلامية متطرفة بامتياز تقتل العرب والأكراد والسوريان والأرمن والأشوريين
تسبي اليزيديين، تفرض شروط، تفرغ سكان ومناطق، تبيع الثورة ومناطق مرة إلى إيران ومرة إلى روسيا ومرات إلى الأسد ونظامه. لقد فشل أردوغان في الإمساك بالورقة السورية لأن الجميع اكتشف تمويله ودعمه لداعش، واكتشفنا جميعا وخاصة رفاقنا في قوات سوريا الديمقراطية كيف كانت قوافل داعش تعبر من الحدود التركية ببطاقات للاستخبارات التركية وبتسهيل مرور إلى مناطق عديدة في سوريا. بعد كل هذا الفشل وبعد تسليم الثوار والحقيقيين ودبحهم من قبل التنظيمات الإرهابية التابعة لأردوغان، اكتشف العالم والسوريين أمره وزيفه، فخسر كافة أوراقه بعد تسليم حلب وعدة مناطق إلى إيران ومن ثم إلى الروس. حاول مرة جديدة بأن يدخل إلى الساحة السورية وأن يفرض سيطرته طيب اقتلاع الإرهاب المتمثل بالأكراد وتحديدا بتنظيم البيكيكي الغير موجود في سوريا. في سوريا يوجد قوات سوريا الديمقراطية مشكلة من 60% من المكون العربي ومن الإخوة الأكراد والسوريين الأشوريين والأرمن، وليست مكون واحد فقط. فاخترع حجج بأن الإرهاب الكردي أصبح خطرا على حدود تركيا وهنالك 1.5 مليون عربي تم طردهم إلى تركيا من قبل القوات سوريا الديمقراطية، وهذا كذب وظلم، يريد إرجاعهم وإلا يعبر بهم إلى أوروبا ويهدد أمر أوروبا تارة، وتارة يهدد شعوب شمال سوريا. فارتأى أن المنطقة الأقرب يسيطر عليها شمال شرق سوريا والتي تتمتع بحرية وديمقراطية وأمان وسلام ووئام بكافة مكوناتها الإسلامية والدينية هي شمال شرق سوريا. جميل. متزرعا بأن الأكراد يشنون هجمات على الأراضي التركية وهذا كذب، ويهددون أمن السلطنة العثمانية الجديدة المتمسكة بتركيا. نعم. إذن أستاذ إبراهيم، نعم اتفاق أستاذ إبراهيم، حاول فرض تحالف تركي روسي إيراني. طيب أستاذ إبراهيم، ما سبب تهديد لأبناء المنطقة؟ يبدو بأن أستاذ إبراهيم لا يسمعني. أستاذ إبراهيم تسمعني؟ حتى لا أطيل أكثر على ضيفي هنا. نعم، حتى لا أطيل أكثر على ضيفي هنا في الاستوديو سماحة السيد محمد القادري. سماحة السيد، الآن يعني بعد ما تفضل به الأستاذ إبراهيم ودكتور مهدي عفيفي ضيفي من واشنطن، من نيويورك عفوا، هنا سؤال يطرح نفسه، هل الموضوع هو استثمار أردوغان للدين؟ يعني بعد هذه العملية هل بالفعل سقط اللثام عن وجه اللئيم أردوغان إن صحت التسمية هنا فيما يتعلق بموضوع استثمار الدين واللعب والعزف على الوتر الديني كما يقال؟ في البداية أرحب وأحيي إخواني ومن أشاركهم في هذا البرنامج، وكل الشكر لكم في استضافتي في هذا البرنامج. بكل تأكيد سقط اللثام عن الوجه الحقيقي لأردوغان ولكل من هو يمثل المثل الأعلى لهذا الشخص بكل تأكيد. ومر عبر التاريخ الإسلامي شخصيات كأمثاله، ولكن مع الأسف في معظم الفترات تم ستر ذلك الوجه بأقنعة متعددة، وتم كتم صوت الحقيقة، وخاصة عند المؤرخين الذين كانوا مؤرخي بلاط الخلفاء والأمراء والسلاطين المسلمين. هذا قد لا يرضي بعض المسلمين أن يسمعوا هذه الكلمات، ولكن الواقع والحقيقة والتاريخ الصحيح لا نستطيع أن نخبئه طول المدى وطول الزمن، لأن من يستقي من ذلك التاريخ ويخطو خطواته على منهاج تلك الخلافات وتلك السلطنات وتلك الإمارات، دوره في هذه الحياة واضح وجلي، وهو يستشهد
بما استشهد به الأولون وحكموا بالآيات التي كانت تناسب مواقفهم السياسية وحكموا بالأحاديث النبوية الصحيحة ومنها الموضوعة والتي وضعت بعشرات الآلاف من الجانب السياسي لكي تتناسب مع تسلط أولئك الخلفاء وأمراء المؤمنين وسلاطين الأمة الإسلامية على مر العصور منذ 1400 سنة وأكثر. إذن هنا أردوغان حينما ينادي باسم أولئك العثمانيين الذين أخذوا الخلافة عنوة وقسرا وبالسيف وبإراقة الدماء الكثيرة، هذا يمثل وجها واضحا للإسلام السياسي الذي اعتمد على تحريف لنقل تفاسير القرآن الكريم، لأن أيا من المؤمنين المسلمين بشريعة محمد لا يقبل أن يكون هناك تحريفا في حرف واحد من نص القرآن الكريم كنص. أما أين أتى التحريف والاستغلال؟ أتى من قبل المفسرين الذين كانوا يأكلون ويشربون ويتمتعون في بلاط الخلفاء والسلاطين والأمراء وأؤكد ذلك، والتاريخ كتب على أيديهم والتفاسير القرآنية كتبت على أيديهم وبما يناسب إملاءات أولئك الحكام. وهنا كما نكرر تجلت هذه السياسة العنيفة بالإسلام الراديكالي، الإسلام الداعشي، الإسلام الذي لا يقبل بوجود أحد يعارض نظرته. بينما إذا أتينا إلى نحن ما نطرحه اليوم كالإسلام الديمقراطي أو ديمقراطية الإسلام أو عالمية الإسلام والتي نحارب عليها من كافة أصقاع العالم ومن كل قوى الظلم والظلام والتسلط، حينما نأتي إلى آيات القرآن، حينما نأتي إلى التفسير الصحيح والتأويل الصحيح الذي يناسب حياة ما يزيد عن 1.3 مليار أو أكثر للمسلمين المتواجدين، حينما نوجه هذه الكتلة الضخمة من البشرية إلى الإسلام الحقيقي، الإسلام الروحي، الإسلام التصوفي، الإسلام الأخلاقي، هنا نعري أمثال هذه الشخصيات التي مرت عبر التاريخ إلى يومنا هذا إلى من سيأتي بعدنا. يعني المفارقة هنا أردوغان يستثمر الدين من على المنابر في تركيا ويدعو إلى قتل الكرد والسوريان وهذه الشعوب، مع العلم هناك حديث واضح للرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهدم حجار الكعبة حجر حجر أهون على الله من إراقة دمي مسلم أو مؤمن أو إنسان. نعم، أو إنسان حتى. دكتور مهدي، في هذه الجزئية هناك عداء تاريخي لشعوب ومكونات هذه المنطقة، والمجازر والسجلات حافلة بصناعة المود على يد الأتراك وبالتحديد الدولة العثمانية. برأيكم هل الولايات المتحدة الأمريكية الآن بعد هذه المعركة، هذا العدوان الحاصل على تركيا، كان هناك سبب بشكل أو بآخر بهذه النقطة من تغيير موقفها أم ماذا دكتور مهدي؟ في الحقيقة مهم أن نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمثل رأي واحد، وقد رأينا أن الرئيس الأمريكي هو الذي قد اتخذ القرار في السماح لأردوغان بالدخول على الأراضي في شمال وشرق سوريا وتخلى عن الأكراد، ولكن المجتمع الأمريكي الحقيقي الديمقراطي وقف ضد رئيس الدولة، وقد رأينا أنه بالأمس تم إصدار قرار بغالبية تقريبا شبه عظمى 354 عضو من الكونغرس بما فيهم الديمقراطيين والجمهوريين يقف ضد قرار الرئيس الأمريكي. لمعرفة المشاهد، القرارات الأحادية للرئيس الأمريكي فقط في حالة الحرب بما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكن في الأمور الأخرى لا يمكن أن يتخذ مثل هذا قرار. ولكن ومع هذا الكونغرس الأمريكي ألا وهو مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ لهم الحق في إيقاف أي قرار أيا كان من الرئيس الأمريكي، وهذا ما حدث. ونظرا للأزمة التي حدثت داخل الولايات المتحدة الأمريكية
لأن جميع أعضاء الكونغرس يعني سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين نظروا إلى هذا لأنه تخلي عن أهم من دعم الولايات المتحدة الأمريكية في حربها على الإرهاب. وهؤلاء أيضا يعلمون ماذا تقلب أردوغان، فيعني الزمن ليس ببعيد، أردوغان الذي كان حليفا للولايات المتحدة الأمريكية يوما ارتمى في أحضان روسيا ثم اجتمع مع روسيا ومع إيران، فلذلك سقط أردوغان وسقط حتى كحليف. ومن ثم فإن الكونغرس الأمريكي والمثقفين داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات الرأي رأت أن هذا الرجل لا يمثل ولا الإسلام ولا يمثل حليف حقيقي، وإنما هو يتلاعب. وهناك مؤسسات الرأي أيضا وجدت أن أردوغان هو الداعم للإسلام المتطرف. فأين أتت كل هؤلاء المتطرفين؟ إنما أتت من الحدود التركية وأدخلت على سوريا وأدخلت على بلدان عربية أخرى. صحيح. بالإضافة أن لم يسمع أبدا في الولايات ولم يسمع في الولايات المتحدة الأمريكية أن الإسلام بهذا الشكل. ما قام به أردوغان من دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وعودة إلى ضيفك من بيروت عندما انتقلت وقد عصرنا الثورة السورية في بدايتها، وبدأت وتتخللها الإرهابيين من جماعة الإخوان الإسلامية حتى يعني قضوا على هذه الثورة. المجتمع الأمريكي أو السياسي الأمريكي والمؤسسات الأمريكية تتابع كل هذا، فلذلك هذا التحرك من الرئيس الأمريكي الذي جاء لإنقاذ نفسه من مشاكل داخلية، ولابد من فهم ذلك. الرئيس دونالد ترامب لديه مشاكل داخلية كثيرة ويحاول إعادة يعني أن يفوز في الانتخابات القادمة. صحيح. ويحاول إبعاد شبهة عزله، فوجد في أردوغان هذا الرجل الذي يمكن أن يغير الصورة الإعلامية، ولكن انقلب السحر على الساحر ورأينا ما حدث. واليوم اضطر ترامب إرسال نائب الرئيس ووزير الخارجية مع وفد على أعلى مستوى للضغط على أردوغان وفرض الإدارة الأمريكية لرأيها، الإرادة الشعبية القائمة من الكونغرس الأمريكي على أردوغان، والتهديد بأقصى العقوبات التي تشتمل إلى عقوبات سياسية واقتصادية وأيضا عسكرية، وقد قيل أنه قد يتم حظر الطيران التركي فوق المناطق السورية. نعم أستاذ إبراهيم، بالعودة إليك، إلى أي مدى تركيا موجود في عقليتها موضوع يعني عداوة الماضي مع شعوب هذه المنطقة، وبالتالي يلقي بظلاله على معركة وعدوان اليوم الحاصل؟ يعني تركيا تاريخها القديم والحديث معروف أنه لديها عداوة تجاه القوميات والإثنيات. نعم. وهذا رسخته في الدولة التركية بعد سقوط السلطنة العثمانية وتأسيس دولة تركيا الفتاة، حيث قتلت شعوبها من كافة المكونات والقوميات الذين هم ليسوا أتراك والذين لم يقبلوا التخلي عن قوميتهم. لذا نرى تركيا دائما لديها عنصرية وشوفينية. أنا أريد أن أتكلم أكثر من ذلك. فضل. ماذا تسعى له في السياسة تركيا إن سمحت لي؟ فضل. اليوم تركيا بعد خسارتها الكبيرة في الملف السوري تحاول بشتى الوسائل إدخال 1.5 مليون سوري، لاجئ سوري، إلى أراضيها، إلى شمال وشرق سوريا، لتغيير الوضع الديموغرافي على الأرض، لتحقيق مناطق شاسعة تصبح تحت سيطرتها إيديولوجيا وسياسيا وعسكريا. يتم من خلاله إنشاء شريط حدودي من أنطاكيا إلى عفرين وصولا إلى الحدود العراقية السورية. وهنا يتلاقى هذا المصلح هذه المصلحة مع مصالح أعداء قوات سوريا الديمقراطية، حيث الآن كما نعلم أنه لم يعد يوجد هناك معارضة سياسية حقيقية على الأرض السورية سوى مجلس سوريا الديمقراطي الذي هو القيم على قوات سوريا الديمقراطية العسكرية، والذي حقق إنجازات وانتصارات عسكرية وسياسية، والذي وحده تقدم بمشروع حل حقيقي لإنهاء الأزمة السياسية في سوريا وتأسيس نظام ديمقراطي عادل يعترف بكافة القوميات والأثنيات،
يوصل سوريا إلى دولة عالمية تحترم حقوق الإنسان وتحترم شعوبها. الآن نرى من هذا التدخل العسكري الروسي السوري والذي نرى من خلاله مؤامرة دخل بها الرئيس ترامب وبتنسيق تام مع الروس، ومن جهة ثانية تنسيق روسي تركي إيراني لترسيخ الممر الإيراني من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت، لأن هذا الممر بوجود قوات سوريا الديمقراطية أصبح مقفلا على إيران، وأردوغان يريد امتيازات في سوريا، تريد إعطائه بعض الامتيازات، وروسيا تسعى لإعطائه امتيازات كبيرة لخروج القوات الأمريكية نهائيا من سوريا، ثم تستلم الملف السياسي والعسكري وحدها، وبعدها تطلب من أردوغان الانسحاب من سوريا. ماذا يتحقق هنا؟ يصبح لدينا عمق في شمال سوريا موجود خلاله 1.5 مليون لاجئ سوري تلقوا تدريبات وعقيدة تركية بامتياز في شمال سوريا، وتنقسم المنطقة إلى غرب تحت سيطرة النظام، تصل إلى تهجر من خلالها البلدات والقرى الكردية والعربية والسريانية الأشورية، وتضع لاجئين من غير مناطق بدل إرسالهم إلى المناطق المحررة الموجودة الموجودة تحت سيطرة أردوغان، وتغير الوجه الحقيقي للمنطقة، مما يسبب لاحقا أزمة ومعارك بين تلك المكونات وبين اللاجئين من المكونات العربية الذين هم من خارج منطقة شمال شرق سوريا الذي يتم توطينهم في هذه المنطقة. نعم. وهنا نرى بأن السكان سيتجهون غربا وشرقا نحو الحدود العراقية، وهنا تكون قد قصرت قوات سوريا الديمقراطية مشروعها السياسي، والتجأ وبقي النظام السوري وحده القوي على الساحة بدعم روسي عسكريا وسياسيا، ويقومون بالضغط لإقامة نظام جديد كما يريدون هم وحدهم، لأن قوات سوريا الديمقراطية لا سمح الله بهذه الحالة إن نجحت تركيا يكون قد تحقق النظام والروس الانتصار الوحيد على الأرض السورية، مما يجعل دولة إرهابية داعشية في الشمال السوري بدعم تركي وإيراني، ويبقى كل الأحرار تحت سيطرة النظام السوري الذي سيتحكم لاحقا بدستور جديد على شاكلة النظام القديم، ولن يستطيع أي أحد إلا أن يقبل بالفتاة لنخلص من الحرب. هذه الحالة لن تتحقق، لأن إرادة المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية من كافة المكونات هي قوية جدا، الآن يخدون أشرس المعارك في رأس العين لمنع هذه المنظمات المتطرفة من دخول رأس العين، لقد استردوا 7 قرى في طل أبيض ومستمرون بإذن الله في دحر الإرهاب الداعشي الأردوغاني. نعم، سمحت السيد بالعودة إليك، يعني كلام في غاية الأهمية تفضل به الأستاذ إبراهيم، موضوع استثمار الدين وأيضا استثمار ورقة اللاجئين، ورقة سياسية وممارسات عنصرية، تغيير وأحداث تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة، في الخطة البعيدة الأمد يكون هناك شرخ اجتماعي واضح، ومن ثم حرب طائفية وحرب عرقية وإثنية في هذه المنطقة. هذا بكل تأكيد صحيح، وشعبنا هنا لديه آلام في هذا الموضوع، ويعاني حتى الآن من كافة الأطراف، حتى الأحزاب الكردية هي مختلفة في نظرتها إلى وضع ما يسمى بالحزام العربي تمام المنطقة، ومعروف هذا الأمر الذي جرى، وكيفية التعامل مع هذا الوضع الذي تاريخه فاق 40 عاما طبعا، فكيف به
تحاول تركيا اليوم أن تزيد من هذه المحنة وتجعل حالة أكثر تعقيدا من الحالة الموجودة حاليا. إذن كل تغيير ديمغرافي، كل تغيير حد من الحدود، كما في حديث نبوي: من اقتطع حدا ومن غير حدا من الحدود ألجمه الله إلى 7 أراضين من النار. هذا حديث نبوي طبعا نذكره هنا باعتبار شخصية دينية، نستطيع أن ندخل بعض الأحاديث النبوية، بعض الرؤى التي يستند إليها شعبنا كشعب مسلم أو كشعب مؤمن من كافة الأديان طبعا. وهذه النقطة في غاية الأهمية، يعني نعم. التصدي لهذا الفكر الإخواني والمؤدلج على طريقة مصالح للسلاطين ورؤساء، نعم. وأردوغان يقدم نفسه على أنه خليفة للسنة حقيقة، يعني صحيح. هي ضرورية جدا في هذه الفترة. صحيح، هناك في مصادر التشريع الإسلامي، هناك بعد القرآن الكريم والسنة النبوية إجماع الأمة. نقول لأردوغان: لم تجمع الأمة على إمارتك أو ولايتك للمؤمنين كافة، فهناك الكثير الكثير من الفرق الإسلامية من التيارين الشيعي والسني، وهناك اختلاف كبير بين بكل المذاهب، في كل المذاهب. إذن أنت تعبر عن نظرتك المستفردة بالاستقواء على الشعوب الضعيفة، وأيضا لديك أجندات تخالف الأحاديث النبوية، تخالف صريح الآيات القرآنية بتعديك على الجيران، بتغييرك الحدود واستيلائك على مناطق ليست من حقك. هذا التغيير الديمغرافي طبعا هو أكبر جريمة، لأنه يجر في المستقبل كثيرا من المصائب وكثيرا من العقد الإنسانية والإثنية والعرقية، قد تشكل صراعا يأتي إلى الأجيال القادمة، أي نورث أجيالنا مشاكل هم في غنى عنها. هذا بكل تأكيد يجب أن يوضع له حدا. لماذا لا يصرف أولئك الأكثر من 3 مليون عنده إلى مناطقهم، فليقم باتفاقات مع النظام السوري، مع أي جهة كانت، وثم يعود أهالي إدلب إلى إدلب، أهالي حمص إلى حمص، أهالي وإلى آخره. لماذا ستأتي بمواطني تلك المناطق وتضعهم في مناطق الشمال السوري؟ مناطق كردية، مناطق آشورية، مناطق إزيدية، أولئك لن يكونوا قد عادوا إلى أوطانهم، لن يكون النصر على هذا، على هذه الشاكلة وبهذا التصرف الخاطئ الذي سيورث أخطاء كبيرة في على جميع المستويات، على جميع، على المستوى الديني، على المستوى الاجتماعي، على التناسب والتماسك ضمن سوريا الموحدة. نعم، نحن منذ البداية نقول نحن جزء لا يتجزأ من سوريا، ونحن نرحب بأي سوري يعيش ضمن مناطقنا، ولكن حين يفرض علينا شخص واحد من أي جهة كانت، فنحن نرفض فرض أي إنسان يعيش على أرضنا دون إذننا ودون السماح لنا. والقرار عندنا هو قرار الشعب، قرار والديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه. نعم. الشعب هنا ما زال تحت تأثيرات تلك التغييرات الديمغرافية، والآن نحن أمام واجهة تغيير جديد. نحن أكيد نرفض كل هذه الإملاءات. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نواصل حلقتنا الليلة.
نعم، بالعودة أعود إليك دكتور مهدي عفيفي فيما يتعلق بموضوع التحالفات وموضوع السياسة التركية في ظل رجب طيب أردوغان، مع العلم بأنه لم ينتمي إلى موضوع التحالف الذي أنشئ لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، وكان له تعاملات تجارية من خلال شراء النفط من هذا التنظيم الإرهابي وتمرير الأسلحة والمقاتلين والعدة والعتاد من الأراضي التركية إلى الأراضي السورية. الآن وبعد تحرير هذه المنطقة من هذا التنظيم الإرهابي، الفصائل المدعومة من تركيا تذهب إلى سجون ومعتقلات داعش وتحرر عناصر تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة. كيف ترى الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجزئية؟ في الحقيقة هذه من أهم النقاط التي يعني أثرت في اتخاذ القرار، سواء كان من البنتاغون، من وزارة الدفاع الأمريكية، لأنهم هم الشركاء الحقيقيين مع الإخوة الأكراد في الشمال والشرق السوري. ورغم وبالأمس في أحد المؤتمرات قال أحد القيادات العسكرية أن الأكراد فقدوا 11,000 من الشهداء، والولايات المتحدة الأمريكية يعني فقدت عدد يعد على أصابع اليد الواحدة. فلذلك يعني مسألة مكافحة الإرهاب ومسألة سيطرة على أفراد داعش أو على الخلايا النائمة من أهم ما يؤرق الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهو من دفع بتلك القيادات العسكرية إلى يعني حث البيت الأبيض على تغيير قراره. وكما رأينا اليوم هذه الهدنة أو هذه توقف العدوان التركي جاء نتيجة ضغط من داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس الأمريكي نفسه وعلى كل المؤسسات الأمريكية التي عنيت بالمكافحة الإرهاب ألا يكون هناك عودة لهذا الإرهاب. من المعروف أن تركيا هي التي كانت تدعم هذه الجماعات المتطرفة، سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو جماعات الأخرى، بالسلاح والعتاد، وهي التي كانت تتعاون كما ذكرتم في شراء النفط من هذه الجماعات، سواء كان هذا النفط من سوريا أو من العراق أو غيرها. فلذلك الآن نحن أمام معضلة حقيقية، ألا وهي كيف سيتم التعامل مع هؤلاء. كانت هناك بعض مؤسسات البحث التي قالت أن في حالة سيطرة تركيا على شريط بهذا الكبر 30 كيلومتر عمق أو أكثر وبعرض 480 كيلومتر، يعني ثلاث مرات تقريبا قد يعني مثل لبنان، سيكون لها سطوة قوية. ومن سيكون في هذه المنطقة؟ والتخبط أن يكون في هذه المنطقة كل المجموعات الإرهابية التي تستخدمها تركيا كشوكة مع الأكراد ومع النظام السوري ومع العراق ومع الدول العربية كلها. فلذلك مسألة أن يكون لتركيا سيطرة على هذه المنطقة مسألة خطيرة جدا، والتي ستعاود دعم هؤلاء الجماعات الإرهابية. وقد رأينا بأنفسنا أنهم بمجرد دخولهم إلى الأراضي السورية قاموا بعمليات إرهابية وقتل، ورأى العالم أجمع ما قامت به القوات التركية والمدعومين منها من هؤلاء الجماعات الإرهابية التي بدأت يعني تعثى فسادا في الأرض. فلذلك أعتقد أن الداخل الأمريكي والسياسيين الأمريكيين سيعملوا مرة أخرى لمحاولة تفادي ما قام به الرئيس الأمريكي في إيجاد حل والرجوع إلى الطاولة مرة أخرى، وخلق فعلا شريط مما تكلمنا فيه منذ أمد بعيد، شريط حقيقي ليس بالأتراك وحدهم، وإنما بتعاون دولي أو أن يكون هناك حوار. كان الهدف الأساسي اليوم هو وقف العمليات العسكرية في سوريا إلى حين التفاوض، وأعتقد أنه توصلوا إلى إيقاف هذا لمدة 120 ساعة. نعم أستاذ إبراهيم، بالعودة إليك، يعني في ظل هذا العدوان التركي، إلى أي مدى قدم رجب طيب أردوغان مكافأة وهدية لتنظيم داعش الإرهابي؟ يعني هدف دخول أردوغان الأساسي هو كما قلنا سابقا السيطرة على شمال شرق سوريا لجعلها إمارة داعشية بامتياز تكون تحت سيطرته وأوامره. وأول ما فعله قام بقصف المعتقلات لداعش لدى قوات سوريا الديمقراطية وتفجير
سيارات مفخخة على سور إحدى السجون في مدينة القامشلي. لقد أراد أردوغان إعادة الحياة لتنظيم داعش ليعود ويرتكب المجازر التي ارتكبوها في أول دخول لهم من قطع رؤوس وإعدام لموظفين مدنيين. أنا هنا أستاذنا العزيز أريد أن أشدد على موضوع مهم جدا كي لا نقع به جميعا كشركاء وحلفاء من الإخوة العرب والأكراد والسوريان وبقية المكونات. من الخطأ أن نعطي هدية لأردوغان ونقول الهجوم على الشعب التركي، على الشعب الكردي وعلى القوات الكردية وعلى المناطق الكردية. بهذه الحالة إن قسمنا أنفسنا كشعوب قامت بتأسيس إدارة ذاتية ديمقراطية في شمال وشرق سوريا وأسست قوات سوريا الديمقراطية التي حمت كافة المكونات والشعوب ولها شهداء، ال 11 ألف شهيد هم ليس فقط من الإخوة الكرد، بل هناك الآلاف منهم من الإخوة العرب والسوريان الأشوريين واليزديين وغيرهم. لا يجب أن نعطي حجة لأردوغان بأن يستمر بهجومه مستفردا فقط بالإخوة من الشعب الكردي. لقد استطعنا جميعا خلال هذه الأيام من حس وحشد طاقاتنا الدولية والإنسانية والإعلامية لنظهر للعالم بأن أردوغان وجيشه المتطرف يحاول إعادة ارتكاب مجازر بكافة المكونات التي ارتكب أجداده عليها المجازر منذ 100 عام. فهنا نطلب من إخوتنا الأكراد التنبه لهذا الموضوع وعدم الوقوع في هذا الفخ الذي يستلزه أردوغان ودواعشه. من هنا نقول لقد حاول ويحاول أردوغان إعادة إحياء تنظيم داعش، ولكن دول العالم وخاصة أصدقاؤنا في الإدارة الأمريكية، أنا لا أقول أن أمريكا خانتنا، لقد وقع في فخ الرئيس ترامب، ولكن قام أصدقاؤنا في الأحزاب الأمريكية ومن الحزبين الكبيرين ومن الجيش الأمريكي والبنتاغون والكونغرس بالضغط لمحاولة إيقاف أردوغان وجيشه الداعش من ارتكاب المجازر. والعالم بأجمعه رأى بأم العين كيف قتلوا رئيسة حزب الشعوب، رئيسة حزب المستقبل السوري بدم بارد، كيف أعدموا مدنيين، لدي فيديو لم يظهره، لم تقم وسائل الإعلام بإظهاره، كيف قام جنود الجيش التركي وليس الدواعش الذين معهم بقطع رؤوس بعض عناصر قوات سوريا الديمقراطية في منطقة طل أبيض، وقاموا بحملهم وتصوير أنفسهم كما فعل أجدادهم بنا نحن السوريان والأرمن منذ 100 عام. الفيديو موجود لدي، أستطيع إرساله لكم، ولكن نكون لك من الشاكرين أن أرسلته. نعم أسه. طيب سمحت السيد بالعودة إليك، يعني في ظل هذا الحديث وفي ظل المعطيات ومساعي أردوغان لتحرير الإرهابيين، يبدو بأن المسألة هي طائفية وأطماع واستراتيجية الميثاق الملي كما يرنو إليه رجب طيب أردوغان. بكل تأكيد ينطلق من عرقية ومن حزبية ومن نظرة أحادية ديكتاتورية، كل وصف قد تطلقه عليه هو كذلك، لأنه كما نعلم حين بدأ حكمه قال صفر مشاكل على جميع الحدود، أما إذا نظرنا الآن فهو 100% مشاكل مع كل العالم. لماذا؟ لأنه كان يخبئ هذا تحت عباءته في فكره المظلم. ذلك البرنامج الذي كان يستتر به الآن ظهر واضحا، هو لا يدعو إلى إسلام صحيح، هو لا يدعو إلى إنسانية صحيحة، كل ما يقوم به من شعارات لكي يحيي في نفسه وفي حزبه
وفي توجهه ضمن حزبه، هو انقلب على رفاقه كما نعلم، هو انقلب على أستاذه، هو ينقلب على كل شيء لا يخضع لرأيه. هذا قد نطلق عليه كثيرا من الأسماء ولكن لا داعي لذكرها. الإسلام الصحيح، التوجه الصحيح الذي نحن نعلنه في شمال وشرق سوريا، في الإدارة الذاتية، في مؤتمر المجتمع الإسلامي الديمقراطي، في ملتقى الأديان والعقائد، هو ديمقراطية الإسلام، هو قبول الآخر، هو الدين لله والوطن للجميع، هو مبدأ فصل الدين عن الدولة، لا فصل رجل الدولة عن دينه أو معتقده، لا، فليكن معتقدا أي ديانة شاء، إن كانت مسيحية أو إيزيدية أو إسلامية أو أي أو لا دين، ولكن عليه أن يتعامل بالأخلاق الإنسانية التي اجتمعت عليها شعوب الأرض جميعا بميثاق الأمم المتحدة، بحقوق الإنسان، هذه نعتبرها حقيقة كميثاق المدينة المنورة، حفظ جميع حقوق الملل، الأعراق، الألسن، الديانات، المعتقدات ضمن وطن واحد يدافع عنه الجميع. الدولة التركية بقيادتها تريد أن تحطم، نحن نسميها جنة قد بنيناها على الأرض حقيقة، يريد أن يحطم هذا المثال والنموذج الراقي الذي يسانده أحرار وجميع الذين يدعون الإنسانية في العالم، والذين يدعون إلى العدالة الحقيقية وليس عدالة العدالة والتنمية. نعم دكتور مهدي عفيفي، يعني يبدو بأن عدوان نبع الإرهاب الأسباب الحقيقية باتت واضحة للعيان الآن في مسعي أردوغان بتحرير الدواعش من المعتقلات ومن السجون. تفضل. بالطبع بالطبع طبعا، وهذا يعني أصبح جليا للعيان، لذلك الضغط الأمريكي والمؤسسات الأمريكية لم تتوانى في رفض ما قام به من إعطاء ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي لأردوغان الذي استغل السياسات الداخلية الأمريكية، واستغل أيضا علاقته بالرئيس الأمريكي، كما نعلم أن هناك اشتباه في أن ما يقوم به عائلة أردوغان في إسطنبول من وامتلاكهم يعني أبراج باسم ترامب تتعدى 400 مليون دولار، لها دخل في هذا الموضوع، والتحقيقات الداخلية الديمقراطية داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتعارض مع هذا. فلذلك أعتقد أن الديمقراطية الأمريكية عملت وبدأت تعمل بجد، ليس فقط على يعني حماية من هم كانوا الحلفاء الحقيقيين من قوات سوريا الديمقراطية، ولكن أيضا حقوق الإنسان، ورأت بعينها أن السماح لأردوغان وأشباه أردوغان في الدخول في هذه الأراضي قد يؤدي إلى عودة الإرهاب، والذي يرفضه المجتمع الدولي أجمع وترفضه الولايات المتحدة الأمريكية. نعم ضيفي من نيويورك دكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق ومحلل سياسي، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل كلام القيم الذي أغنيت به حلقتي لليلة. أستاذ إبراهيم، بالعودة إليك الآن، أريد منك تعقيب أخير على كل ما ورد في الحلقة والمنبر لك. أستاذ إبراهيم، أولا أشكركم أستاذي العزيز على دعوتكم الكريمة، وأشكر الضيوف على تحليلاتهم وكلامهم الجيد الذي يؤسس للسلام وترسيخ السلام بين الشعوب. أريد أن أتوجه إلى دول العالم في الغرب وأقول: لقد رأيتم بأم العين من هو القائد الحقيقي لأبو بكر البغدادي وداعش، من هو الممول لتنظيم داعش. إن نجح أردوغان بالقضاء على شعوب شمال شرق سوريا والسيطرة عليها، اعلموا جيدا بأنه قريبا سوف يرسل كافة مجرميه من دواعش إلى كافة مدن ودول أوروبا للسيطرة عليها ورفع علم داعش فوق برلماناتها. اعلموا أن داعش هي صنيعة أردوغان بامتياز. اعلموا جيدا إن لم توقفوا أردوغان وعصاباته الداعشية
فإن أوروبا وأمريكا سوف تصبح كلها ولايات داعشية بامتياز. نعم سمحت سيد، كلمة أخيرة لك. نعم. على كل ما ورد في الحلقة نحن ندعو ربنا الرب الواحد نور السماوات والأرض، رب الرحمة والإنسانية والإسلام الحقيقي والمسيحية الحقيقية والإزيدية الحقيقية، والرب الذي هو المحبة في أصله وهو العطاء، ندعوه أن يشملنا بالسلام إن شاء الله. نعم ضيفي هنا في الاستديو السيد محمد القادري، رئيس تنظيم وإدارة المؤسسات الدينية في شمال وشرق سوريا، شكرا لك على تلبية الدعوة وعلى كل كلام القيم الذي غنيت به الطاولة المستديرة. وشكر لك ضيفي من بيروت الأستاذ إبراهيم مراد، رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، على قبول الدعوة وعلى كل الكلام والإضاءات التي أنرت بها الطاولة المستديرة لليلة. وشكر لطاقم عمل الطاولة المستديرة، والشكر الأعظم لكم مشاهدينا على طيب وحسن وكرم متابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.